النهارده عندنا فنان عنده روح التحدي والمغامره، بس يا ترى لما يدخل مغارتنا هتكون عنده نفس الروح من التحدي والمغامره؟ ده اللي هنعرفه مع الفنان خالد البريكي. أهلا يا خالد. أهلا، أنت فين؟ أنا هنا. أهلا, بك في أهلاً بيك في مغارتي. ها؟ أهلا بيك في مغارتي. أنت فين؟ عندي تعليمات ايوه يا ريت تقف مكانك ما تتحركش وقفت مكاني عندي تعليمات اه لازم تسمعها الاول طيب قدامك ممر هتبتدي تتحرك فيه لحد ما توصل عندي جميل في ناس هيقابلوك من سكان المكان هيرحبوا بيك بطريقتهم جميل وهيدوا لك رسايل جميل يا ريت تحتفظ بيها لحد ما توصلها لي ونصيحة أيوة يا ريت تتحرك ببطء وبلاش السرعة يا جاهز؟ يلا جاهز اتفضل يلا أهلا إيه رأيك بالمكان؟ أهلا أهلا أهل. مرحبا شو العيال؟ ماشي بيقولوا عنك صعب إن حد يقنعك بحاجة صعب حد يقنعني؟ أنت أقنعتيني الحين كاني شو صعب؟ أوه. لا بس انا اسمع ان انت فعلا صعب ان حد بيقنعك بحاجه على حسب ازاي يعني في شغلات تحتاج ان انا اكون مفكر فيها انت خايف ولا ايه لا انا مو خايف انت قلت لي امشي في بطء فقعد آه. امشي بحذر يعني ده مش خوف لا مو خوف طبعا ان شاء الله طيب كمل اي فاقول لك في بعض الشغلات اكون انا دارسها اكثر من مره واصر على راي خذ خد اول رساله اه هذه رساله ما شاء الله ملحفينا من تحت <تصفيق> <تصفيق> ليه ليش كنت رافض فكره الزواج بالاول اشوف الرساله ولا اكمل لا احتفظ <applause> بيها واديها لي طيب ليه كنت رافض فكره الزواج بالاول فكره الزواج هي حياه جديده اه او سكه طويله ما شاء الله آه فكره الزواج هذا ما يتحرك اها آه. الله 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 فكرة الزواج هي حياة جديدة فلازم اكون انا متجهز حق الحياة هذه فما كنت مستعد مم. لما استعدت حق الزواج او حق الحياة الجديدة ايوه الامور معي زين مم. تأخرت في الزواج ولا شايف انك تجوزت في الوقت المناسب؟ والله حسب ظروفي لا وقت زين ممكن تأخرت سنتين ثلاثة ممكن مم. بس حلو كان وقت حلو طيب لما اتجوزت؟ ايه اللي اتغير في حياة خالد البريكي؟ ركدت شوي. <applause> ايه؟ الاعصاب هديت شوي. هديت. ايوه. استلم تاني رسالة. مسكين هذا قاطعين يد منه سلم عليه. اهلا كيف الصحة؟ خد منه طفحي. الرسالة. <applause> لا وعامل كده يعني. اوكي ماشي. أوه. آه. انا سمعت ان عندك ديوانية بتجمع فيها اصحابك. اه. بيكون كلامكم عن ايه؟ <applause> <applause> كلامنا والله في العام يعني في الشيء الشامل يعني في عندنا أكثر من شيء الأحداث اللي تحصل يومياً على وجه السياسة مثلاً أو مثلاً بالفن بالوسط الفني أو العيشة يعني دوانية حالها حال أي دوانيه أخرى ونستفيد آه. من بعض في شتى مجالات. يا ريت تتحرك يا أخي. ماشي. ها. ليه مش بتحب حد يدي لك نصيحة؟ م. لا بالعكس اسمع النصيحه واحب النصيحه لذلك انا ما عندي سر امم اه ايوه يعني انت بتحب النصيحه ان حد ينصحك اتقبل النصيحه اذا كانت في محلها انما كانت طب اتحرك انت انت واقف ليه ماشي هتحرك اهلا يا خالد نورتنا <applause> انت اللي منوره ما شاء الله عليك مرحبا <applause> اهلا كيف الحال إزاي؟ الله يعطيكم العافيه اتفضل ما شاء الله خوش ديكور إيه في الدكور جدا جميل هايل <applause> بس أنا كنت شايفاك ماشي بتقدم خطوة بتأخر خطوة ليه؟ أنا خوف وش... ولا إيه؟ لا لا طبعا إن شاء الله ما في خوف بس هو حذر لأنه آه. كان شوي ظلمة وفي أشياء قاعد تطلع وقلت لي رسائل فكنت أبي أبحث عن الرسائل آه زاد إنه يبي لها تأني شوي فتأنيت يعني دايما خالد حذر في معاملاته و... طبعا طبعا بد إني آه. أنا أكون حذر نفس ما قلت لك وحذر برضه في صداقاته؟ آه للاسف آه او مو للاسف يعني انا آه ما يعني ما اكون حذر وايد الا بعد تجارب يعني ممكن انا بعد ما آه انقرص او يعني مم بعد ما الدغ من الجحر آه تلاقيني ما اعتبر يعني ممكن اني الدغ مره ثانيه وثالثه لان الطيبه اقدمها دائما على الحذر في بعض الاحيان من اصدقائك في الوسط الفني غير خالد امين؟ <applause> ما شاء الله أكثر مين؟ في والله كثار يعني مثلا عندك طبعا الفنان طارق العلي والفنان داود حسين ممكن وكثير والله حسين المنصور ومن الشباب كثير الجيل الجديد كله ما شاء الله يعني حتى يعني تقريبا الكل يعني داخل الوسط تقريبا احنا كلنا اهل ما احنا اصدقاء احنا ايه اكثر حاجه بتصرف فيها فلوسك البنيان <تصفيق> البنيان <تصفيق> ايوه ليه؟ اللي قاعد ابني البيت اللي عندي انا ممكن أه يعني بتبني فيلا؟ لا مش فيلا يعني بيت <applause> أنت خايف من الحسد ولا إيه؟ طبعاً أكيد الواحد لازم يخاف من الحسد بس أنا بنفس الوقت أه يعني فعلاً هذا لأن بيتي هذا المكان اللي أهلي يكونون فيه فكل اللي قاعد أشتغل أنا علشان أوفر العيشة المريحة حق أهلي فلا بد إني أنا أصرف على هالبيت هذا أكيد يعني صرفت قد ايه لغايه دلوقتي؟ والله وايد كثير. يعني تقريبا انت برضه خايف تقول؟ لا بقول لك قاعد احسب. تقريبا على مراحل هي مو مرحله يعني 20 م... مليون 10 مليون لا ايش دعوه. <applause> 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 لا تقريبا بالكويتي اتكلم ممكن 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 قطيت 70,000 سبعين 70,000 الف سبعين الف كويتي تقريبا 70,000 دينار الى 80,000 دينار تقريبا. اه طب وانت جاي في ناس رحبوا بيك من سكان المكان وادوا رسائل عشان توصلها لي صحيح فين هي؟ هذه الوردتين تفضلي <applause> تمام طيب هناخد فاصل ونرجع نشوف الرسائل دي فيها ايه ناخد فاصل ناخد فاصل تعالى مع بعض نشوف الرساله دي بتقول ايه؟ يلا توكل على الله يلا. اول رساله عندنا بتقول حتى لو فشلت فيكفيك فيك شرف المحاوله. ده مثل، ايه رايك فيه؟ والله تقريبا ممكن انا حصلت لي مثل هالحادثه لكن لله الحمد ما فشلت بالاخير. ممكن يعني هي فتره زمنيه. فشلت في تكمله دراستي. لكن بإصراري استطعت أني أكمل الثانوية استطعت أني أكمل الجامعة البكالوريوس وفي نية إن شاء الله إلى الماجستير والدكتوراه لكن في بعض الظروف إن شاء الله اتخطاها ممكن يعني أنت فشلت في مرحلة الثانوي؟ بالضبط الظروف اللي مش دراسيا كظروف فشلت أني أنا أكمل دراسة ممكن نعرفها؟ تقريبا ظروف عائليه يعني مم. وظروف تقريبا في التسعينات احنا كنا لسه خارجين من ازمه مم. فكان في بعض الظروف وكذي فما استطعت اني اكمل لكن اصراري على الدراسه مم. ورغم دخولي الى الوسط الفني المجال الفني من بعدها استطعت اني أس ادش مره ثانيه الى المعهد العالي المسرحيه وتخرجت وان شاء الله اللي يعني جاي. الفشل ساعات بيحبطك لا ما بالعكس ما احبط يعني صار عندي اصرار صار عندي هدف ومشيت ناحيه الهدف بعيد عن اي شغلات ممكن تشوش على بالي او انها تكون عقبات بطريقي تخطيت العقبات طب ايه حد. الموضوع اللي حاولت يعني تنجح فيه مم. وكان مصيره الفشل او عدم النجاح أه والله ممكن أه كان في على اساس اني كنت ابي اسوي شركه انتاج ممكن سبع سنوات سبع سنوات اني احاول اني اسوي الشركه هذه لكن فشلت بالاخير أه نتمنى ان شاء الله بالايام القادمه أن فعلا يصير عندنا شركه انتاج يعني في عندك انت طبعا احنا في دوله وفيها قوانين في بعض القوانين ممكن في بعض الشغلات النواقص في الظروف الازمه الاقتصاديه، من الامور هذه كان في عندنا مشروع وايد حلو يعني بالنسبه حق الشركه هذه ما كانت شركه عاديه، شركه تقريبا عالميه لكن باءت بالفشل، نتمنى ان شاء الله بالمستقبل احنا تصير عندنا شركه. ان شاء الله. ليس من الصعب ان تضحي من اجل صديق عزيز، ولكن من الصعب ان تجد الصديق الذي يستحق التضحيه. صحيح. ايه رايك؟ صحيح. نعم صحيح. يعني ما شاء الله بالفتره ضحيت الأخيرة قبل كده؟ آه تضحيات كثير يعني آه كثير يعني آه تضحيات بالنسبه آه للاصدقاء او للزملاء ف كانوا بيستحقوا كده؟ في بعضهم يعني آه ضحينا لكن للاسف خيبوا الظن يعني خاب ظني في كثير من الناس انا مم آه ضحيت لاجلهم او انه ممكن آه تشرفت بمعرفتهم لكن للاسف ما كانوا قد قدر آه قد هالشرف هذا أو التشريف اللي أنا شرته فيه. فالصديق اللي ممكن أني أضحي من أجله صعب وجوده في الوقت الحالي، أو الشغلة اللي أضحي فيها عشان هالصديق هذا ما هي موجودة نفس أول يعني، ممكن الحين الأنفس تغيرت يعني أنت شايف إن في الزمن ده ما فيش حاجة اسمها تضحية من أجل الصديق؟ لا في الطيبة لابد إنها تكون موجودة يعني خصلة في الإنسان أو خصلة في البشر هذه، لكن صعب يعني أول ممكن إحنا نلاقي في 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 حياتنا ممكن نقابل الآلاف أو نقابل أكيد نقابل المئات، إنما الحين أعداد فردية ممكن نقابلهم، الناس الزينة ممكن اللي نحتك فيهم، قلة يعني، فصار من الصعب إنك تلاقي لك أخ لم تلده أمك طيب هناك ثلاثة لا يعرفون الشبع طالب العلم مه. طالب المال مه. طالب الشهرة مه. رتب لي شوف انت هتختار مين الاول يعني في الترتيبات طالب العلم العلم ولا طالب المال ولا طالب الشهرة انت منظمتهم يعني على حسب اهميتهم بالضبط انا بالنسبة لي العلم يعني مش المال لا طبعا طيب لو حذفنا واحدة منهم هتحذف ايه من حياتك طبعا الشهرة هتحذف الشهرة نعم هي محبة الناس ومحبة الناس يعني طبعا هو كنز ممكن لا يقدر بمال لكن بنفس الوقت العلم ممكن انا من خلال العلم احصل على محبه الناس بس من غير ما اكون مشهور او من غير ما اكون معروف. يعني هذه ممكن فيها شويه فلسفه خاصه فيني بس انا اشوف ان العلم فعلا يعني هو الاساس من بعد المال من بعد الشهره جات جات ما جات ما هي ضروريه. انت شايف ان الشهره ساعات بتسبب امراض نفسيه الشهره تقريبا هي مثل مثل تيار مثل التيار مثل مثل عاصفه ممكن تكون الشهره، آه. اذا كان الانسان او مثل خلينا نقول في كثير من الامثله على الشهره، لكن انا ابي اختصر إن, ان ان الشهره اللي ما يستغلها بالشكل الصحيح او م. ما يتعامل معها بالشكل الصحيح ممكن تجرفه <applause> حالها حال السيل ممكن آه ممكن آه ان تكون سلبيه عليه ما تكون ايجابيه <applause> هذه الشهره يعني انت فكرت قبل كده تروح لدكتور نفساني؟ والله فكرت بصراحه كان ايش السبب؟ آه كثير يعني الضغوط النفسيه آه ممكن احنا نعرف ان الفنان شوي عنده احساس مرهف <applause> فممكن يتاثر في كثير من الشغلات ومو عيب ان اروح حق اختصاصي في علم النفس او دكتور مختص في علم النفس اذا حصلت على مضايقه، واذا كان ممكن هو يساعدني في تحليل شخصيتي واني ابتعد عن السلبيات اللي ممكن أه وشيء وارد يعني ممكن في يوم من الايام ممكن اني اروح فعلا حق دكتور علم النفس علشان استفيد منه. تعال نشوف الرساله الثانيه فيها ايه؟ تفضلي. الرسالة الثانية بتقول: ليست الفرصة بابا يفتح لك بل هي خطوة جريئة تقوم بها. <applause> خالد بيعرف يقتنص الفرصة ولا لا؟ والله أنا ممكن فاشل في اقتناء الفرص. أو. يعني ممكن مرت علي فرص كثيرة بالحياة أه ما اغتنمتها عدل يعني ما كسبتها لصالحي. أه من هني بدت بدا باب التضحيات ممكن لما كانت فرص اني ضحيت لغيري اني يعني قلت هالفرصه هذه اللي جاتني خلت تجي حق غيري ان شاء الله بتجيني غيرها لكن دائما اقول انا أه على نياتكم ترزقون طيب ايه الفرصه اللي جات لك وندمت عليها فرصه انك ما استغلتهاش اي أه يعني في فرصه جت وانت ما استغلتهاش وندمت والله ممكن احنا يعني في مجالنا خلا اتكلم، لا تكلم في مجال حياتي الشخصيه. في مجالنا في كثير من الاعمال جات فرص ان احنا نقوم في ادوار او بمشاركه مشاركه فنانين كبار وهذا، لكن ما استغليناها بال بالشيء اللي يعني في مقامها يعني ممكن قصرنا يعني مثلا ممكن في ادائي يعني جاتني فرصه اني انا اقف امام عمالقه لكن ما استغليت وجودي معاهم اني اكتسب خبره اكثر من عندهم ممكن هذه الفرص اللي جاتني يعني كاحتكاكي مع فنانين عرب مثلا فطاحله او عندنا فطاحله في الخليج أه جات فرص كثيره لكن ما استغليناها ممكن احنا كشباب كنا صغار مبتدئين وهذا استغني استغلينا الفرصه في امور اخرى. أه هذه ممكن تحسفنا لان راحت مع العمر. فاصل ونرجع نكمل اسرار خالد البريكي. <applause> خلينا نتكلم شوية عن حياتك الشخصية. اوكي. <applause> أنت ليه حاطط خطوط حمراء عند أي حد بيتكلم عن حياتك الشخصية؟ أه حياة يعني هي المصطلح واضح أن حياة شخصية. أو. يعني راجعة لشخصي فما ما هو مسموح أن الواحد يعني يتكلم في أموري الشخصية ممكن أنا يقولتش الفنان هو ملك للاخرين. اه. لكن بفنه ما هو في حياتي الشخصيه، لان الحياة الشخصيه متعلقه في عندي اسره ما هم مشاهير ولا هم فنانين. فلما اي اتكلم عنهم مو مو ملك الجمهور هم. فاشوف انه فعلا يعني خط احمر يعني مو من حق احد أن يتكلم عن حياتي الشخصيه او اني انا اتكلم مو من حقي حتى أن انا شخصيا اني اتكلم عن بيتي او حياتي الشخصيه. مسلسل الاخرس. مم تسبب لك فشاعات كثير جدا. مم ليه؟ والله هو مو بس مو بس مسلسل الأخرس. أنا أتعرض إلى كثير من الإشاعات. يعني طعنت في كثير من الأشياء. طعنت في 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 وطنيتي. طعنت في في أمور الشخصية أو بيتي. طعنت في كثير يعني حتى في قضية. الامور العائليه فهذه مم. ضريبه الشهره من الاشاعات يعني كلها مضحك الاشاعات اللي اسمعها واللي اشوفها من يعني الشغلات من الشغلات انا اقول لك من الشغلات اللي المضحكه هي في قضيه الاخرس اه انه كان في مشهد حادث آه. اني اطيح من عماره واطيح على السور فكنا نسوي الافكت اللبس اني لبست حديده نفس السور وفي دم وكذا وجينا نصور فكان في صحفي موجود والصحفي هذا الحين مو موجود في المجال الاعلامي طلع ما ادري وينه الله يسامحه فجاء وصور اثناء آه. ما احنا نسوي البروفات اثناء البروفات اثناء بروفات الحركه لغايه ما صورنا بعد فتره نتفاجئ لغايه الان ما نزل المسلسل نتفاجئ انه نزل في مجله حط الصور ان خالد رمى نفسه بالاسم ما كتب اسم الشخصيه مم. خالد البريكي انتحر وحاجه وكذا فالناس في بعض الناس خذوا المصطلح هذا والمنشيت هذا وحطوه في الانترنت وانتشر على انه حقيقه خالد توفى فكان يعني خمس سنوات تقريبا تلاحقني هالاشاعه ممكن لغايه الحين في بعض الناس يظنون أن فعلا هذه حقيقه او حاليا حصلت انا اشكر كل الناس اللي تعاطفت مع هالصوره وتعاطفت مع هالاشاعه هذه. وده من حب الناس ليك. طبعا. <تصفيق> <تصفيق> يعني طلعوك مجنون. طبعا احنا عندنا مثل يقول من حبك لا هم قايل يطلعون هالاشاعات هذه الظاهر من حبهم لي. <تصفيق> <تصفيق> زمن الموهبه الفنيه انتهى. انت قلت كده ليه؟ ايه اه الموهبه اه عنصر فعال اه للفنان. عنصر فعال وعنصر اساسي للفنان لا بد ان تتواجد في الموهبه لكن الموهبه هذه تت... لازم ن... نسقلها في... في العلم لان الحين كل شيء صار اختصاص الاضاءه صارت اختصاص ودراسه ال... يعني حتى الافكتات اللي صارت في الكمبيوتر التصوير ال... 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 هذه الامور الفنيه بالاضافه حتى عندك أنت آ... التمثيل والاداء مم. المسرحي جميل ان الواحد يكون بالاضافه الى الموهبه يكون عنده الثقافه او يكون عنده العلم. من خلال العلم تصير الثقافه، فهذا مثلث وايد حلو انه ممكن يشرف لاي فنان انه يظهر هو عنده موهبه وعنده ثقافه وعنده علم. انا هذه نظرتي يعني خصوصا احنا في زمن الخصخصه في كل شيء في كل مجال. فاشوف ان, إن الموهبه يعني بروحها لحالها ما راح تكون يعني مم. مستمره ولا راح يكون لها عمر طويل. طب ايه رايك في المثل اللي بيقول من جد وجد ومن زرع حصد. صحيح. خالد البريكي مم. وجد ان شاء الله ان شاء الله يعني في ممكن شوفي زرعت في حياتي كثير من الزهور خلينا نقول. الزهور؟ نعم كثير من الزهور ممكن زرعت الورود في بيتي الحمد لله قاعد أجني هالشيء. زرعت الورود بيني وبين المشاهد ولله الحمد قاعد أجني هالشيء هذا. ممكن زرعت الورود في حياتي ومعرفتي مع الأشخاص المقربين لي وقاعد أجني ناس يعني ممكن كنت أفكر إني أجني من وراهم. لكن من الحياة العملية قاعدين نزرع وإن شاء الله نجني. إن شاء الله. أهم شيء إحنا نجني محبة الناس هذه أهم شغلة. أنت نفسك تقدم عمل تاريخي؟ طبعًا. مم. ممكن هذه يعني السؤال هذا كان جايني على أساس إنه شنو اللي تقدمه جديد؟ فقلت في مسلسلات اسمها مسلسلات السيرة هي مواكبة للمسلسلات التاريخية ففي عندنا كثير من الشخصيات في الخليج مهضوم حقها من أدباء من شعراء من من الناس رموز لهم يعني أثر حتى في تطوير أو في تأسيس الكويت آه كان ودنا احنا نبرزهم لابنائنا على اساس يعرفون ان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص آه كان لهم اهم آه كان لهم آه آه اهميه في انهم اسسوا وساعدوا في في الشعر وفي غيره وفي غيره. فكثير من الشخصيات لا سيما في أجيال الاجيال اللي الحين يعني الحالية في الرياضة مثلا خلينا نتكلم كونها شبابية شغلة شبابية في كثير من اللاعبين اللي كان لهم عندنا منتخب الكويت مثلا كان في العصر الذهبي والكل يعني يحبهم كذي كان ودي أقدم شخصية الكابتن الله يذكره بالخير جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وكثير من الرياضيين يعني ما ودي أقول أحد وأنسى أحد في العصر الذهبي بالاضافه حتى في الحكم الحكام عندنا الله يطول انت نفسك تقدم شخصيات عامه طبعا مش من الصحابه ولا السيره السيره آه. انا لا قاعد اتكلم السيره سواء يعني كانت السيره الذاتيه آه ايه يعني انه يكون انه في في رياضيين او آه الاعلاميين او م. بنفس الوقت التاريخي اذا كان تاريخي كل شخصيه تستحق ان احنا نسلط عليها الضوء عشان ننور الاجيال يعني اه بس انا سمعت انك انت بتعرف تقلد اقلد ايوه بتقلد مين من الممثلين؟ <تكلم> انا بالعكس انا فاشل في هالشغله هذه لا 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 انا ممكن عارفه انك انت بتقلد لا انا قلدت مره اه فنان خالد امين بس اذكر كان مع أخو اخوي الفنان داود حسين ايوه قلدته وبس هذا التقليد يعني وممكن طب يا ريت طيب تورينا حاجه كمان ثاني آه. هو بعد نفسه خالد عايزين نعرف بيتكلم ازاي <تكلم> <applause> لا خالد تقريبا قلدناه احنا ودنا طيب قلد حد آه تاني غير خالد امين؟ خل انا موافق. خل انعش الذاكره لحظه من عندنا؟ مكي. عندي واحد يصير ابن عم خالد امين هو اعلامي طبعا آه. آه ومذيع مم. فبيقدم ما شاء الله إذا اذاعه وبيقدم ايضا في التلفزيون فصوته ما شاء الله قرار مم. فاذا يتكلم اسعد الله مساكم اعزائي المشاهدين ونقدم لكم حاليا النشره نشره الاخبار واعزائي المشاهدين من منكم يقدر يقول بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطن بس خلاص كافي خالد البريكي اذا زعلوا ترى منك مو مني لا ان شاء الله مش هيزعلوا بل بالعكس خالد البريكي نورتنا نور نوركم انتوا اللي مشكورين ما قصرتوا على الاستضافه الحلوه هذه ميرسي شكرا لكم